الحاج طاهر من البحيره، اتفضل. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سامح، والله يا استاذ سامح دلوقتي احنا ماسكين الاسمده في جمعيه العقاري. تمام. مركز المحموديه بحيره. ايوه. ماشي، من شهر 5 مفيش كيماوي، من شهر مايو مفيش اي كيماوي في الجمعيه خالص نهائي. البحيره. وطبعا عين قطن وعايزين نروي القطن بقالنا شهر مش عارفين نروي. طيب. مركز ايه بتقول لي؟ مركز المحموديه بحيره. الجمعيه اسمها ايه؟ العقاري، العقاري البحريه. العطار البحريه. وكلمت انا كان بيمي الثلاث ايام الدكتور عباس في برنامج الحصاد. تمام. وقال لي 50 طن هيجي لكم يوم الاربعاء، مفيش حاجه جت النهارده الخميس. طيب، يبقى اكيد النهارده او بكره بالكثير يعني هنشوف البرامج، لان الدكتور عباس الشناوي بيبقى بيتابع برامج الاسمده وخروجها من المصانع. فيعني انا بطمنك قبل، وانا هتابع وهتواصل مع الدكتور عباس تاني، وهنتواصل مع وكيل وزاره الزراعه في البحيره، بس انا بطمنك بدل ما خدت وعد فعلا من الدكتور عباس، هتلاقي الاسمده في خلال ساعات عندكم، ممكن يكون فرقت بس بسبب النقل. والله عايزين اول قطب بقى لنا شهر، بقى لنا شهر قطب مرواشي. بس انت صرفت الدفعه الاولانيه؟ لا، ما خدتش حاجه خالص نهائي، ولا شكاره كتير قوي. طيب، هرد عليك النهارده. انا عندي 15 فدان انا واخواتي، ما خدناش غير 18 شكاره اول عن اخي، اخواتي التانيين 15 شكاره. طيب، 15 فدان. عينيا الاثنين، هرد عليك النهارده ان شاء الله. حاضر. ده اللي انا ابتديت بيه الحلقه النهارده. تواصلوا واتكلموا مع المسؤولين، انتم مديرين جمعيات، انتم ليكم ثقل. انتم بتطالبوا بحق الفلاح، بتيسروا الاعمال. كونوا عين لوزارة الزراعة، هي فعلا الجمعيات الزراعية او التعاونين دي زراعة مهمة جدا، وزارة الزراعة داخل الاراضي الزراعية.